الروضة عبارة عن روضة أطفال. إحنا عملنا هاي الروضة وهي كانت عبارة عن أول شيء قلعة أثرية تعود إلى الزمن الروماني القديم. فنحن كانت هاي جنب مثلا كانت عندنا هون بالمخيم، حبينا نرممها ونعملها بناءات، نحط لها بعض اللوجستيات البسيطة مثل ما انك شايفه، حطينا البرادي، حطينا جبنا الكراسي، عملناها انه روضة مثالية لتستقطب الطلاب. احنا كان هدفنا من انه بناء هذه القلعه وترميمها، الهدف هو نشر التعليم بين الاطفال. طبعا هون بما انه مخيمات المدارس بعيده، طبعا هون المدارس اغلبها صارت خاصه، يعني مشان انه يصير تعليم للطلاب، ما يطلع جيل فاشل، يطلع جيل غير متعلم.